بعمل ايه؟ بالقمام ده بعمل ماثيماتيكال اوبريشنز اكني عايز اعمل حاجه شبه انالوج بروسيسور كده، حاجه تحل لي الماثيماتيكال اوبريشنز بانالوج. يعني ايه انالوج؟ يعني باستخدام القمام مش باستخدام الوانز والزيروز اللي انتوا بتاخدوها في الايه؟ في اللوجيك. تمام كده؟ طيب اول حاجه هنتكلم عليها ايه؟ الديفرنس امبليفاير او السبتراكتور اللي هو ايه؟ بيرجع حاجتين من بعض. V4
كل ده في ايه؟ في في 2 تمام كده؟ بعد كده ايه؟ في كام؟ 1 زائد ار2 على ايه؟ ار1 تمام كده؟ طيب الاوتبوت في النهايه بقى عندي ازاي عندي؟ اللي هي في اوت داش وفي اوت دوت داش اللي هو خلينا نكتب دوت بلس الاول اللي هي ار4 على ار3 زائد ار4 في ايه؟ في 2 ماينس ار2 واحد زائد ار2 على ار1 ماينس ار2 على ار1 في ايه؟ في 1 تمام كده؟ طيب خلينا نبسط الشكل ده شويه. هاخد المقامات هنا تمام؟ فهلاقي دي ار4 على ار3 زائد ار4 في ايه؟ ار1 زائد ار2 على ايه؟ على ار1 كل ده في v2 ماينس ار2 على ار1. طيب دلوقتي بقى عندي فاكتور مضروب في v2 وفاكتور تاني مضروب في ايه؟ في v1 تمام كده؟ طيب لو انا عايز اطرح v2 ماينس v1 يبقى انا عايز الفاكتور ده يبقى ايه؟ قد الفاكتور ده. فانا ممكن اعمل ايه؟ لو خليت ار4 يساوي ار2 وR1 يساوي R3 هيبقى المنظر عندي عامل ازاي؟ R4 اللي هي R2 على R1 زائد R2 وR1 زائد R2 على R1 V2 ماينس R2 على R1 V1 تمام كده؟ يبقى عندي دلوقتي ايه؟ R2 على R1 V2 ماينس V1 تمام كده؟ احنا عملنا ايه هنا؟ انا عندي مسألة اهي حليتها بسوبر بوزيشن تمام كده؟ طلع لي معادلة عاملة كده تمام كده؟ دلوقتي احنا متفقين احنا دلوقتي بنقول ان هو ديفرنس امبليفاير يعني انا عايز اطرح حاجتين من بعض اللي هي ايه؟ V2 و V1 يبقى انا عايز الاثنين دول يبقوا في ترم واحد اللي هو ايه؟ V2 ماينس V1 تمام كده؟ اعمل كده ازاي؟ قلت خلاص خلي ال2 بتساوي ار4 وار1 بتساوي ايه؟ ار3 واشوف ايه اللي هيحصل. عوضت عنهم لقيت الفاكتور بقى عندي ار2 على ار1 في في2 ماينس ايه؟ في1 تمام كده؟ طب لو كنت سبتهم زي ما هم كان هيبقى في طرحه برضو بس مش نفس ايه؟ مش في2 ماينس في1 على طول ده فاكتور في في2 ماينس فاكتور فاكتور تاني في ايه؟ في في1 تمام كده؟ مش مهندسين تاخد كده بس تاخد كده؟ وانا لو جيت هنا هلاقي جيت هنا هلاقي شو انا سيسوا حد ازاك شايفه طيب بعد كده عشان ده شو طب كده عشان ده هنعمل ايه؟ دي اكتيفيشن لاحد السورسات واخد السورس الثاني
وبعد كده ايه ادي اكتيفيت ده ايه واخد السورس ده واشوف الاول عامل ازاي. عملنا كده في ال جي سي ال واستخدمنا من الايه البي بلس بي ماينس وعارفين شكل الانفرتنج امبليفاير والنون انفرتنج امبليفاير واستخدمناهم على طول بدل ما ادخل في ايه اثبات من الاول وصلت في الاخر المعادله عامله كده فاكتور مضروب في في 2 ماينس فاكتور تاني مضروب في ايه في في 1 تمام كده. ده الجنرال فورم بتاعي الشكل ده تمام كده. ايه اللي احنا عايزين نعمله دلوقتي؟ بقول ان انا بالمنظر ده انا عامل ايه؟ فاكتور بي 1 مثلا في ايه؟ في بي 2 ماينس فاكتور تاني في ايه؟ في بي 1. انا بقى عايز اطرح بي 2 ماينس بي 1 على طول، فقلت خلاص هستخدم الريزستورز دي ان انا اطرح واجيب واعمل ديفرنس امبليفاير، يعني عايز اجيب الديفرنس واكبره، تمام كده؟ فقعدت بصيت على الشكل ده لقيت ان انا لو حطيت ار 4 تبقى زي ار 2 يبقى الفاكتور ده هيبقى ايه؟ R2 وده R2 ولو خليت R4 R3 زي R1 هقدر اطير دي مع دي كده وهيبقى بقى لي ايه؟ R2 على R1 اللي هو نفس الفاكتور ده تمام كده؟ فبقى عندي R2 على R1 في V2 ماينس V1 يبقى انا طرحت V2 ماينس V1 وعملت ايه؟ جين ليهم اللي هو R2 على R1 تمام كده؟ يبقى انا كده استخدمت الاوب ام بتاعي ايه؟ في الطرح. طيب بعد كده عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل مالتيبليكيشن. السؤال بس هو السوبر بوزيشن ده مش هنوقع حل السوبر بوزيشن؟ لا يعني انا كنت ممكن الاول اسويها في اكس النقطه ديت واجيبها بالروت سبايدر ولا اسويها فوق بالظبط. بس انا عملت كده ليه؟ عشان اسهل على نفسي. انا ليه ما حلتش كيف ان وكيف ان؟ مش كل مره اشوف شكل معروف هقعد احل تاني وانا عارف الاوتبوت بتاعه اصلا. يعني كان ممكن اعمل كيف ان وكيف ان واقول ان دي في اكس واقول ان دي في اكس وهسيب 1 وهسيب في 1 وفي 2 واقعد احلها كي في ال وكي سي ال وهوصل لنفس المعادله دي. بس انا لو استسهلت شويه قلت ان انا عارف لو عملت دي اكتيفيشن للجزء ده عارف ان ده ايه؟ انفرتنج امبليفاير. بالعكس لو عملت دي اكتيفيشن لدي فانا عارف ان الشكل ده ايه؟ نون انفرتنج امبليفاير استخدمت المعادلات دايركتلي تمام كده؟ في مشاكل هنا؟ طيب يبقى احنا شفناه وهو بيقنع وبعد كده وهو بيطرح وبعد كده عايزين نعمل ايه؟ نعمل عملية الضرب تمام كده؟ طيب حد عايز حاجة من العملية؟ طيب